نشوف الأهداف. فهد المطوع رئيس مجلس إدارة نادي الرائد تعرض صراحة لكمية انتقادات وحملات وأشياء كثيرة. في طيف معين في الرائد غاص في أبو بندر شوي، بس دائما كان رئيس مجلس إدارة الرائد فهد المطوع يعني كان يراهن على المدرج، المدرج العاشق لناديه بدون أي تفاصيل، أني أبغى فلان وما أبغى فلان. هذه مشكلة طبعا موجودة في أغلب الأندية. بوريكم اليوم فرحة جمهور الرائد بعد المباراة، كيف كانت الاحتفالية، كيف خرج فهد المطوع أصلا من الملعب اليوم. التعاون والرائد اليوم، الرائد يفوز بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في ديربي بريدة، ثمانية أهداف في مباراة، يعني المتعة كاملة الدسم. تبدو في غاية الخطورة مع رائد الغاندي كريم. حسن كادش مرر كرة لدى ميسي، سيدريك يلعب كرة ذكية وتوابا وتوابا وتوابا. أوهو على كرة على حالتهم يظهرون الكرة يزيد البكر تتعلى توابا توابا توابا. هذا جنون جنون النب ومخالب حديد، ما الذي يفعله توابا؟ خيال سألك ديربي. اي والله مختار القصيم وبسكن بريده. نعم هكذا هي الاحوال. وثلاثه ثلاثه. احدثت الفارق احمد زين مرور وكره من اليسار اكسيه. الله لم يرموا المديل، ليس بعد اثنين للرائد. شوف الكره، شوف احمد زين على اكسيه مثاليه ارتقى. الكرة تنقل ولمسة ولكن أيضا مرور. يا كريم يا كريم يا كريم وكورة. الله 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 الله. لا استيريا جنون. شوف كريم يا كريم والبيشي بهذه الصورة. ديربي فخم 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 جدا جدا جدا. هذه كرة هدف رابع 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 رابع. كسواد الليل حالك الرائد لفونور يبحث من خلال عن إدراك الوقت، لكن الكرة تعود للرائد. تبدو خطيرة كريم البرقاوي. من افتتح اللقاء؟ الكرة خطيرة. خلاص خلاص خلاص. إبرادة حمراء. والله زمان يا الرائد زمان.
يا تحدي زمان. شوفها شوفها شوفها. ما هذا ما هذا الذي فعله فريق الرائد؟